بالحالة الوبائية اليوم 42 إصابة جديدة من كوفيد 19 كلها مخالطة، وفيها أيضا ولله الحمد شفاء 151 شخص، وكذلك نحمد الله ونشكره على عدم وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. هكذا بلغ عدد الحالات إجمالا 6027، منها 5709 من المخالطين، و 147 من الحالات المجتمعية، و 171 وافدة. كما بلغت حالات شفاء 3977، والوفيات 155 شهيد يرحمهم الله.